زينب وصلنا لمساحتنا الأخيرة من صباحنا غير، وأيضا راح تكون مع المساحة الطبية، وراح نلقي الضوء فيها على أعمال المؤتمر الثاني لرابطة الجراحة التنظيرية الحشوية الذي يعقد الخميس القادم في مشفى الأسد الجامعي. ولنحكي أكثر عن أعمال المؤتمر، أكيد بيسعدنا أن نرحب مع الدكتور عبد الغني الشلبي رئيس رابطة الجراحة التنظيرية الحشوية، وأكيد بسعدنا نرحب بالدكتور أحمد نسيب عرق سوسي وهو استشاري بالجراحة العامة والتنظيرية وجراحة الصدر. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح النور. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يعني بالبداية خلونا نبلش عن أعمال المؤتمر، شو أهم العناوين اللي حيتم طرحها بمؤتمر الثاني رابطة الجراحة الحشوية اللي رح يعقد الخميس القادم، فخبرونا شو أهم هيك الأعمال رح تكون موجودة فيه. الحقيقة هو هذا المؤتمر صرنا نحن فترة متوقفين شوي عن النشاط العلمي بسبب الظروف اللي بتمر فيها البلد، بس حبينا هلا نسوي مؤتمر يحمل العنوان الرئيسي هو الحقيقة عن جراحة البدانة واختلاطات جراحة البدانة التنظيرية. هذا الحقيقة العنوان الرئيسي للمؤتمر. طبعا هذا بيتضمن أيضا بعض المواضيع الأخرى عن جراحة الكولونات بالتنظير، جراحة الكبد بالتنظير، جراحة البنكرياس بالتنظير، فمواضيع الحقيقة كثير متنوعة، بس الحقيقة السنة حيكون التركيز عن جراحة البدانة، خصوصا مثل ما بتعرفوا حاليا أنه جراحة البدانة أخذ حيز واسع الحقيقة من اهتمام الناس. سببين، السبب الأول هو سبب طبي والسبب الثاني هو سبب تجميلي، فكثير بيجينا مريضات او مرضى بحبوا ينزلوا وزنهم لانه مشان يصير شكلهم مقبول او شكلهم ظريف بالنسبه للمجتمع، فحيكون كثير حقيقه التركيز بسبب الحقيقه انه صار في عندنا عمليات كثير، يزرع عمليات كثير، عمليات بدانه، وبالتالي عمليات البدانه احنا بنسميها السهل الممتنع. شو يعني سهل الممتنع؟ السهل هي عمليه بقدر ما هي بسيطه بقدر ما هي معقده، يعني اذا صار في عندنا اختلاطات لهالعمليه كثير ممكن تكون هالاختلاطات الحقيقه مميته اذا ما كانت شخصت وتعالجت بشكل مبكر، فمشان هيك الحقيقه هذا السبب الرئيسي اللي خلانا بهالمؤتمر هذا الحقيقه نركز كثير على جراحه البدانه، استطباباتها، اختلاطاتها، وتدبير اختلاطات لجراحه البدانه. نعم. دكتور احمد، دائما بالمؤتمرات يعقد عليها انه بتواكب كل شيء جديد ليس بسوريا وانما بالعالم العربي والعالمي بما يخص جراحه البدانه، شو الجديد اللي راح يتركز عليه ضمن المؤتمر؟ مو جديد، نحن جراحه البدانه صرنا عم نشتغل بالبلد ممكن يكون في تقنيات. طبعا في تقنيات كثير تقنيات كثير كذا. الشيء اللي نحكي فيه نحن نحن ما بدنا نخوف العالم كثير، بس نحن جائحه بدانه بامريكا تصنفت كجائحه ضد البدانه، يعني كجائحه من 10 سنين بدانه جائحه في اكثر من، يعني شلون نحكي لا كورونا شلون تصنفت كجائحه. الحقيقه جائحه بدانه مثل ما تفضل استاذنا الدكتور عبد الغني شلون هي يعني مو طلعص اللي صاير شلون، بس مو بس تجميليه شلون، نحن حكينا اكثر مره هون بالمكان هذا عن الجائحه الاستقلابيه، الداء السكري، ارتفاع الضغط، ارتفاع شحوم الدم، كلها هي بتمشي بنفس التقنيات طبيعتها ونفس الاستطبابات تقريبا شفتون، بس عم تعطي نتائج كثير رائعه شفتون. فالمهم نحن هلا حاليا نحن يعني كشعب اساسي لرابط الجراحه التنظيريه الحشويه انها ممارسه جراحيه امنه شفتون ضمن شروط ومعايير شفتون. طبعا بنحكي دائما انه طب المسند للرهين احدث ما توصل للعلم، اذا صار اختلاط يتدبر باحسن طريقه، المريض المفروض ياخذ فرصته وياخذ يعني احسن عنايه ممكن تكون ضمن المشفى وضمن المتابعه بعد المشفى. نعم. دكتور عبد الغني، خلينا نسالك كمان عن هيك المشاركه الخارجيه، هل من في مشاركه خارجيه او فقط من المحافظات؟ لا الحقيقه في مشاركه سوريه، في مشاركه من خارج القطر، جايين اثنين او ثلاثه من خارج القطر حيشاركوا بهالمؤتمر ويحكوا لنا مواضيع جديده هن عم بيمارسوها بالحقيقه بخارج القطر الحقيقه. وبتعرفي انت حاليا برجع بقول انه الظروف هي شوي اللي عمال تمنع الناس انه يجوا يدخلوا سوريا، ومع هيك الحقيقه تواصلنا مع بعض الاطباء الممتازين الحقيقه اللي حيجوا يشاركونا الحقيقه بهالمؤتمر ويلقوا لنا محاضرات كثير ذات قيمه الحقيقه. نعم. دكتور احمد، خلينا نحكي اكثر عن الورشات اللي راح تكون او العناوين اللي راح تكون بشكل مفصل اكثر والحضور كمان، ممكن مثلا يمكن نلاقي طلاب طب عندهم اهتمام او حابين يختصوا بهذا المجال ممكن يقدروا يحضروا المؤتمر؟ هلا هي نحن نحكي كلمه اساسيه، نحن دائما طلاب الطب وزملائنا اللي بالاختصاص شلون دائما مرحب بهم شلون، وحتى مبادرة كريمة يعني احنا بمجلس الرابطة الأستاذ عبد الغني وشو اسمه حاولنا انه حتى يكون حدودهم مجاني عرفتوا يعني بدون ما اي تكاليف اي شو اسمه كلياتهم.
احنا المؤتمرات الماضيه صارت تكون في اللابتوب، بس يعني هلا جراحه تنظيريه الحشويه، يعني نحن عم نحكي جراحه عامه بس عم تمارس باساليب وتقنيات كثير حديثه شلون، فيعني بتكون ادفانس شوي صغيره شلون، يعني مو انه شغله بس انه والله حضرنا محاضره فهمنا قصدي، لا هي ادفانس كثير شلون. ورشات عمل نحن عاده بنساوي هلا حاليا، يعني معظم الشيء عم يصير على الانترنت وكذا شلون، فيعني معظمنا عم يشتغل وما هالقصة وكذا، بس نحن في فكره كنا عم نحكي فيها انه حيصير تبع البيزك سيرجيكال سكيلز للبروسكوب للجراحه التنظيميه تكون شغله دائمه دوره دائمه شلون، وتاخذ شهاده وتظبط شلون. طبعا يعني نحن هلا فتره بسبب الكورونا وبسبب كذا شلون هدينا شو وقفنا شوي صغيره شلون، هلا عم نقول حرك العجله شلون، طموحاتنا كبيره ان شاء الله تعالى ان شاء الله بتزبط الامور احسن من هيك ان شاء الله. استكمالا للجواب الحقيقه، استكمالا للجواب الحقيقه، نحن اخترنا الحقيقه مشفى الاسد الجامعي لهالسبب الحقيقه، السبب انه اول شيء مشفى هو مشفى تعليمي، فالحقيقه الطلاب الطب داوموا فيه، كليه الطب جنبه، فالحقيقه حيحضر، بعتقد انه حيكون في حضور كثير كبير من جهه من طلاب الطب ومن جهه من طلاب الاختصاص الحقيقه، حتى الاختصاص دراساته عليا واختصاص علي والاطباء اللي عم يساووا اختصاص بوزاره الصحه حيكون بعتقد انه الحضور كبير، لانه مشفى الاسد الجامعي الحقيقه اجمالا هو مشفى مميز، والمحاضرات اللي تلقى فيه دائما اجمالا مميزه، وبيلقوا المحاضرات كمان مميزين، نعم. فبعتقد انه حيكون ان شاء الله باذن الله تعالى حضور كثير كبير ومميز للمؤتمر العلمي. نعم دكتور عبد الغني، يعني اضافه لهذا الشيء كمان جرت فيك العديد من العمليات الصعبه واللي اخذت صدى كثير كبير مشفى الاسد الجامعي، ايضا في مشاركات اونلاين حتكون من اطباء من مصر وايضا اطباء سوريين بالخارج حيشاركوا معكم اونلاين، فقد ايه هذا الشيء يمكن يعمل هيك تبادل خبرات مثل ما قال الدكتور احمد، يعني حتى الاطلاع على التقنيات العديده بهذا المجال. الحقيقه نحن بين قوسين نحن مطلعين على كل التقنيات الحديثه، ونحن تقريبا عندنا بنقوم بكل التقنيات سواء بالمشفى الاسد الجامعي او خارج المشفى الاسد الجامعي، فموجوده، بس حقيقه صعوبه التواصل مع برا بهالظروف شوي هي اللي خلتنا شوي ما نقدر نساوي بهالمؤتمر، الحقيقه كنا مخططين مع الدكتور احمد مع مجلس الرابطه، الحقيقه كنا مخططين انه نساوي محاضرات اونلاين حتى نقل اونلاين اثناء المؤتمر، ولكن الصعوبات الحقيقه التقنيه هي اللي خلتنا شوي نوقف، لكن ربما الحقيقه في فكره انه لسه ما اختمرت انه نساوي الحق نقل من مشفى الاسد الجامعي للمدرج، نقل حي لعمليات جراحه بدني اثناء المؤتمر من مشفى الاسد الجامعي من قاعه العمليات لقاعه المؤتمر. طبعا هي الفكره كثير وارده واحتمال كبير، يعني 90% انه نساويها مشان يعني نغير جو المؤتمر وياخذوا فكره احسن للاطباء الموجودين. بس تعقيبا عفوا حكي الاستاذ عبد الغني، نحن اكثر من مره عم نجرب شلون عم نحكي شغله تقنيه بس تخيل برنامج الزوم مثلا، نحن لا ممكن نشوف اي شغله مثلا نكسر البرنامج ونحكي بقى ونشوف شو صاير. اي شخص عم يحاول يشارك مع شيء بسوريا شلون من بقى شلون عم حتى لو كسر بوكس عم يحجبه، يعني نحن صارت معنا مشاكل تقنيه انه في حساب الحساب وكذا شلون، فهمني نحن كثير يعني بنحاول نتغلب على القصه شلون، بس يعني ما قلت لك نحن معظمنا الاساتذه وكذا مطلعين على حدث شيء شلون وكله عم يتظبط ان شاء الله تعالى. المشكله يمكن الصعوبه الوحيده هي مشكله ماديه شوي صغيره، تقنيه حديثه بدها مصاري يعني بشكل اكثر شلون، فعم نحاول نوازن بين حاجات المواطن وتقنيات توفرها والكلفه تبعيتها. نعم يعني نحن ما فينا ننكر هي الجهود الكبيره بظل الاوضاع الاقتصاديه والحصار الاقتصادي، دائما المؤتمرات عم تكون موجوده. بدينا نرجع هيك دكتور احمد، خلينا نذكر ب يعني اعمال المؤتمر كم يوم راح تكون من اي ساعه لاي ساعه، ودائما كل مؤتمر يمكن بيكون في خلاصه او هيك نتيجه او هدف معين نحن حابين نحققه، خلينا نضوي عليه. نحن حنبلش الخميس ان شاء الله تعالى الساعه 9، في جلسه الساعه 9، افتتاح بعدين رسمي الساعه 11، 12 في جلسه، 3 في جلسه، 5 في جلسه. هلا الخلاصه اللي عم نحكي فيها نحن يعني من 9 لل 5 لا الساعه 7 وشوي 8 9 7 وشوي. الشيء اللي عم نساويه هلا بده يكون هو الخلاصه، هي راوند تيبل اللي حتصير اخر جلسه مائده مستديره، زملائنا اللي جايين من بقات البلد والخبراء عندنا هون شلون، حنقعد طاوله مستديره نتناقش باحدث ما توصل الى الاعلام وشو التوصيات اللي ممكن تطلع، يعني من هيك شيء نستفيد من الجراحين الشباب والجراحين بشكل عام. يعني هي بظن احنا محاضره في واحد يحضر على النت اي محاضره وكذا، بس هي النقاش المستفيد بين الخبراء بين بعض، كل واحد شو عم يشتغل وشو المشاكل عم تصير كذا، هي بتكون الفائده الاكثر من هيك مؤتمرات، وانه ناخذ يعني احسن ظروف واحسن تقنيات ان شاء الله.
نعم، بما انه عم نحكي يمكن عن الفوائد للمؤتمر والجراحه التنظيريه الحشويه، خبرنا في عمليات من هذا النوع نجحت بسوريا بشكل كثير كبير، خبرنا اهم العمليات اللي صارت واهم التقنيات. صعب خبرك لانه اذا بدي احدد لك قائمه العمليات اللي عم نساويها نحن وطبعا زملائنا، يعني لا تعد ولا تحصى. تقريبا كل شيء يجرى في بلاد العالم يجرى في سوريا، من جراحه المعده بالتنظير لجراحه الكنات بالتنظير، جراحه الطحال بالتنظير، جراحه الكبد بالتنظير، جراحه الامعاء، اي نوع من الجراحه تجرى في دول العالم الحقيقه تجرى عندنا حاليا الحقيقه بسوريا. فما في مجال للحقيقه انه واحد يعد كل العمليات. طب كيف عم تقيم الوضع الجراحه التنظيريه الحقيقه؟ الجراحه التنظيريه تضاهي الجراحه التنظيريه تقريبا بكل دول العالم، خصوصا انه نحن عندنا الحقيقه اطباء متميزين، يعني معظمنا نحن الحقيقه ساوى دورات برا ونما خبرته هون الحقيقه، فصار عندنا الحقيقه عمليات تضاهي الحقيقه الدول العالميه كليتها، وعن النتائج تضاهي نتائج العمليات اللي تجرى في دول العالم. نعم الحقيقه. طيب قبل ما نختم مع حضرتكم رح نترك الرساله لكم، اذا حابين توجهوا قبل اعمال المؤتمر رساله لاي شخص عم يحضرنا سواء من المختصين او من اللي حابين يحضروا المؤتمر. تفضلوا. تفضل. الحين ما في شيء الحقيقه، انا بدي شغلتين اللي يقولون الشغله الاولانيه الحقيقه هذا المؤتمر مؤتمر علمي بخص جميع الاطباء الاختصاصيين بالجراحه العامه والجراحه التنظيريه، فيعني بنتمنى على الجميع انه يكون حضورهم كثير كثير مكثف من اجل الفائده العلميه للجميع. رقم اثنين الحقيقه بدي اتشكر الشركات اللي ساهمت بهالمؤتمر لانجاح المؤتمر الحقيقه، لو ما جهود الشركات اللي معنا اللي ساهمت بهالمؤتمر الحقيقه كان المؤتمر كثير صعب انه يتم، فالحقيقه لازم نتشكر الناس والشركات اللي الحقيقه ساهموا ويساهموا بانجاح هذا المؤتمر. نعم يعني فعلا هيك بنقول لكم موفقين بالمؤتمر، وان شاء الله هيك تحققوا منه الاهداف المرجوه، ودائما ننبسط لما يكون في مؤتمرات طبيه لانه دائما في تبادل خبرات ومعلومات بين الاطباء بين جيلين ايضا. شكرا لوجودكم معنا وموفقين. حدا بحب لسه يضيف اي شيء؟ شكرا للإخبارية السورية لهالاستضافة والإلقاء الضوء على نشاط المؤتمر، نشاط العلمي اللي هي الإخبارية الحقيقة دائما إلى السبق بهالموضوع. شكرا لكم ولجميعكم. دائما الطبيب السوري بكل الميادين أثبت كفاءته وجدارته، بدنا نتمنى لكم كل التوفيق بأعمال المؤتمر القادم، وإن شاء الله بعد المؤتمر بنستضيفكم ونشوف شو بتعمل. إن شاء الله لقاء ثاني. شكرا كثير لكم. شكرا لكم مرة ثانية. شكرا لكم مرة ثانية.